احنا كنا بنخطط لها في عمل، احنا لا نقبل ما يجري في طرابلس منذ اكثر من سنتين. أعلن اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر القائد العام لعملية الكرمة التي تهدف إلى إعادة بناء القوات المسلحة الليبية أن قواته لم تشارك في الاشتباكات الجارية في العاصمة الليبية طرابلس منذ أكثر من أسبوعين. وأكد حفتر خلال مراسيم تكريمه من طرف قبائل العواقير أن الوحدات التي تتحرك في طرابلس الآن ليس لجيشه أي علاقة بها على الإطلاق، وأضاف كل تلك التحركات ارتجالية. وتابع حفتر: نحن لم نتحرك في طرابلس بعد، ولكن حينما نرى الوقت المناسب سنتحرك لطرابلس وستسير الأمور بشكلها الصحيح. وأضاف: قادة ميليشيات طرابلس بدأوا بشكل وطني للدفاع عن عوائلهم وأحيائهم، ولكنهم أصبحوا أغنياء، إنهم مجرمون، وننصحهم بمغادرة ليبيا أو مواجهة القانون أو المصالحة مع المجتمع. واتهم حفتر حكومة الوفاق الليبية بدعم ما سماها ميليشيات طرابلس، مهددا بالقول: القانون سيلاحق الجميع. وتشهد العاصمة الليبية طرابلس اشتباكات بين مجموعات مسلحة منذ 26 أغسطس، وأودت بحياة أكثر من 96 شخصا، وتوقفت في 4 سبتمبر الجاري بعد وساطة الأمم المتحدة، ثم تجددت الثلاثاء الماضي. وكان غسان سلامة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد قال هذا الأسبوع إنه سيطلب من مجلس الأمن إجراء تعديلات على خطة العمل الخاصة بإنهاء النزاع الليبي. وتتضمن الخطة الأممية محاور منها تعديل اتفاق الصخيرات، وتنظيم مطلقا شامل للحوار الوطني، والتحضير للانتخابات، وتقديم المساعدات الإنسانية للمحتاجين. وتدعم الأمم المتحدة إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الجاري، لكن أطرافا ليبية ودولية تشكك في إمكانية إجرائها في هذا الموعد للخروج من الأزمة المستمرة منذ العام 2014.